السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بطلاب وطالبات كلية التجارة جامعة عين شمس. سيتم عرض الفيديو الثاني من سلسلة فيديوهات كيفية التعامل مع منصة المودل. وفيديو النهاردة هنقدر نتعلم كيفية استعادة الباسورد الخاصة بنا في حالة نسيانها. عشان نقدر نعمل كده هندخل على كلية التجارة المنصة الخاصة بيها على مودل، هنضغط على لوج إن ثم forgotten your username or password، ثم في خانة الإيميل address سيتم كتابة الإيميل الأكاديمي الخاص بك. نتأكد إن الإيميل مكتوب بطريقة صحيحة، ثم نضغط على Search. هتحولنا للصفحة دي اللي بتأكد إن لازم يكون الإيميل الأكاديمي المكتوب صحيح. نضغط على Continue، وبعدين هيتم الدخول على office.com. نضغط على Outlook، هنلاقي إن في إيميل وصل من الـ LMS أو منصة المودل. تمام، لو ما لقيناهاش في الانبوكس هنلاقيه في الجانك ايميل. نرجع تاني للانبوكس، هنفتح الايميل، هنلاقي فيه لينك. اللينك ده هنستخدمه علشان نستعيد بيه الباسورد بتاعتنا، لكن لازم ناخد في الاعتبار ان هو صالح لمدة 30 دقيقة فقط. لو ما استفدناش باللينك ده بعد نص ساعة هيكون غير مفعل، وهنضطر نعيد الخطوات من البداية. نضغط على اللينك، هيحولنا مرة تانية على المنصة لكتابة الباسورد الجديدة الخاصة بينا. لازم نتأكد إن لغة الكتابة هي اللغة الإنجليزية، ونكتب باسورد تكون سهلة في التذكر في وقت لاحق. وهنا عدنا نفس الباسورد مرة تانية، نضغط على Save Changes. حولنا بعد كده على الصفحة الرئيسية لمنصة المودل، وكتب إن Your password has been set، معنى كده إن تم استعادة الأكاونت بتاعك مرة تانية. هنلاقي إن اسم الطالب هيظهر على أعلى الصفحة في اليمين، وهيقدر الطالب يشوف الكورسز الخاصة بيه، وكده يبقى الأكاونت جاهز. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.